في ثانوية عامة آخر 3 شهور، وكل ما أعمل جدول يا شيخ مصطفى أقع ما أنظموش أو أبوظ الصلاة وكده، وأموري مش أموري بايظة منذ خالص يا شيخ مصطفى. نستعين بالله كده وقل يا رب واسجد لله في سجودك، يا رب وفقني، يا رب سهل لي أمري وأعدي هذه السنة على خير وأعدي العمر كله على خير، وإن شاء الله توفق. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، استهدوني أهديكم. نعم انا اصحابي او زمايلي بيسبوا الدين كتير قدامي وبيشتموا وقصف محصلات كتير، انا اسم بسكوتي ولا ايش؟ ذكرهم بالله، من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يصرف فبلسانه. بيسبوني يا شيخ وبيقولوا مش عارف وبيتريقوا عليا وبنصحهم. خلاص لا تمشي معهم. تمام يا شيخ، زبالة القوم هؤلاء، حثالة القوم.